السلام عليكم. شكون فينا اللي ما عمره ما تعرض في حياته او في علاقته مع الناس للانتقاد؟ اظن كلنا دزنا من هذه المرحله. موضوعنا اليوم غيتكلم على الانتقاد. الانتقاد هو انعكاس لرأي شخص آخر عليك. فمثلاً ملي كيجي شي واحد وكيقول لك انت راك غلط او راك ما غاديش في الطريق الصحيح، راك ماشي على صواب، هو كيعبر على الرأي ديالو فقط. ديما غيكونوا عندك ناس قراب ليك او بعاد عليك ما كيشاطروكش نفس الرأي، حيت يا اما ما كيقاسموكش تصورات ديالك او لا ما فاهمينهاش او لا رافضينها باش يرفضوها. من اكثر الانتقادات اللي كنسمعوا وكتردد في معظم الاحيان، كنلقاو مثلا شي واحد كيجي يقول لك هادشي ما خدامش ليك، بلا ما تحاول غتخسر كلشي وغتحس بخيبه امل. اولا كيجي يقول لك مازال ماشي الوقت المناسب باش دير هذا المشروع. امتى هو الوقت المناسب؟ اولا ما عمر شي واحد ما دار هذا المشروع من قبل، ما عندكش الموهبة باش ديرو، مع العلم أن كل واحد فينا عنده موهبة خاصة به وفريدة من نوعها. القاعدة كتقول أنه كلما نجحتي أكثر غتعرض انتقادات بشكل أكبر. كلما بديتي في النجاح وفي التميز غتولي ضحية انتقادات وأحكام. بعض الناس كيرفضوا يشوفوا مجهوداتنا وكيربطوا النجاحات ديالنا بالحظ او لا بسهوله. فمثلا ملي كنشوفوا شي شاب وصل لشي نجاح او لشي مرتبه كبيره، كنربطوا النجاح ديالو بالمعارف والعلاقات اللي عنده، ما كنشوفوش تعب ومجهودات اللي بذل باش يوصل لهذيك المرتبه. او ملي كنشوفوا رياضيين مثلا فوق البوديوم كنشوفوا الفرحه ديالهم وفلوس الخياليه اللي كيربحوا، ما كنشوفوش العناء تاع التدريب والتضحيات اللي قاموا بها يوميا باش يوصلوا لهذاك النجاح. ما خصناش نخافوا من الانتقاد ومن احكام القيمه اللي كينعتونا بها الناس حتى ولو كانت مزعجه. من الافضل تواجه هاد التجريح بلا ما تحاول تهرب او لا تنفر من هاد الشعور، وكيف ما كيقولوا هو شر لا مفر منه. بالعكس نعترف بيني وبين نفسي انني متألم ومتأثر من كلام الناس، ولكن غادي نبقى عقلاني وهذا الشيء ما غاديش يخليني نشك في الكيان ديالي. من المستحيل نعيش حياة بدون انتقاد. هذاك الشيء علاش كيخصنا نوجدوا نفوسنا لكل اختبارات والمعارك ديال الحياة. الا كانوا الاخرين ما كيامنوش بيك، امن انت اولا بنفسك، تقبل نفسك، حبها وتصالح معها. اصعب صراع ماشي هو اللي كنعيشوه مع الانتقادات وردود الناس، اصعب صراع هو اللي كنعيشوه مع نفوسنا. المهم هو علاقتك وثقتك بنفسك ما تتاثرش، حيت نفسك هي اللي غتكون الانيس ديالك حتى لاخر يوم في حياتك. اصعب خصوم على نفوسنا هما حنا، حيت حاجه ما كنقدو نخبيوها على نفوسنا، كنعرفو كل شيء علينا. وفي اخر المطاف كنبقاو حنا هما اصعب خصم على نفوسنا. ما خصكش تكون حساس اكثر من اللازم في كل ما كيتعلق بالانتقاد. تقبل كل نقد مبني على اسس صحيحه ومعقوله، ورفض كل نقد سلبي بلا ما تزعزع ثقتك بنفسك. المهم هو انك تجرأتي وخديتي بزمام الامور ديال حياتك في وسط كل هاد العواصف والزوابع وانتقادات.